هيا نشد رحالنا اتجاه مسجد النبي لنحوز فضل الله في هذا المكان الطيب بيديه شيده النبي بعد الوصول ليثرب ليكون فيه الملتقى ونيل كل الآرب هيا نشد رحالنا اتجاه مسجد النبي لنحوز فضل الله في هذا المكان الطيب بيديه شيده النبي بعد الوصول ليثرب ليكون فيه الملتقى ونيل كل الآرب فكان خير منارة تضيء مثل الشهب وكان أعظم قلعة للعلم أو للآدب الله في رحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. I am Abu Hakim Muwa. Today I'm in here Machinga in Milaza village TA Chukwewo. Today I am pleased that we are starting the foundation for the project of the mosque. We ask Allah to reward the donor of this project and the MGR UK. We are glad to start the foundation of the project inshallah ta'ala. As Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever builds a mosque for the sake of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will do likewise in the day of judgment or in Jannah, insha'Allah ta'ala. So we are glad and we are pleased that today we are starting a foundation for the project of the mosque, insha'Allah ta'ala. أنزل خير الكتب ولسوف يبقى المسجد النبوي مثل السحب يفيض خيرا غامرا للناس طول الحقب يفيض خيرا اللهم ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريات أمتي مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم على خير خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله السلام عليكم يفيض خيرا غامرا للناس طول الحقب هيا نشد رحالنا اتجاه مسجد النبي لنحوز فضل الله في هذا المكان الطيب بيديه شيده النبي بعد الوصول ليثرب ليكون فيه الملتقى ونيل كل الآرب هيا نشد رحالنا اتجاه مسجد النبي لنحوز فضل الله في هذا المكان الطيب بيديه شيده النبي بعد الوصول ليثرب ليكون فيه الملتقى ونيل كل الآرب خير المساجد مسجد المختار بعد الحرم فيه الثواب مضاعف دوما لخير الأمم خير المساجد مسجد المختار بعد الحرم فيه الثواب مضاعف دوما لخير الأمم هيا نصلي فيه كي نحظى بكل الكرم
هيا نصلي فيه كي نحظى بكل الكرم.